يعني افرض واحد من الجمهور قال لك حاجه، هتنزل تضربه او هتنزل تشتمه؟ يعني لا ده كارثه يا استاذ جمال، انه كمان لامم الاولاد مواليد 99، الاولاد الصغيرين، ايوه لاممهم في اوضه اللبس وبيشجعه وبيعمل يهتف. فكمان انت، طب انت عايز توصل، عايز توصل للولاد الصغيرين ده هو دول بيقود يا بيلي، ده يا كابتن ده بيقود الاوركسترا حاجة. يعني انا شفت الفيديو، شيء غريب جدا، ده واقف كانه بيقول لهم خليكوا كده زيي، هطلعوا زيي، اطلعوا زيي، قدوه. فانا يعني اتمنى ان يكون هناك موقف تربوي رادع، مش من اتحاد الكوره بس، بتمنى كمان من النادي الزمالك انه يبقى فيه، لان نادي الزمالك كما قرات قبل ما ادخل بيتبرأ مما فعله امام. يعني ايه بيتبرأ؟ كده البيان او الكلام اللي طالع بيتبرأ من الكلام ده، لا، التبرؤ ده كمان لازم يبقى مصحوب بعقوبه تؤكد تبرؤك منه، لانه النهارده يعني احنا بندعو الجميع، يعني بندعو لعيبه النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي قبل الزمالك وقبل الاسماعيلي وقبل المصري، انه الكل يلتزم بالروح الرياضيه، حتى لو انت يعني انت النهارده، هو النهارده احرز هدف، ايه الهدف ده يساوي ايه جنب اللي انت عم بتعمله؟ انت فاهم قصدي؟ يعني كره القدم والرياضه مش بهذا معلش يعني المستوى، يعني لابد ان يكون هناك وقفه فعلا وردع لهذا التصرف، انا عايز اقول غير المسؤول. انا باكد كلامك على مستوى نادي الزمالك، اعتقادي لازم يكون في، يمكن هم دي مشاكلهم وهم يحلوها، لكن على مستوى ماشي اتحاد يعني الكوره ما بنفرضش عليهم، ما فيش فرض طبعا، لكن على مستوى اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره هو كمان المسؤول عن هذه المسابقه اللي بيديرها، وخرج هذا اللاعب بهذا السلوك. الجزء الثاني على منتخب مصر، ما اعتقدش هذا اللاعب بهذا طبعًا السوء من السلوك، وهذا يعني يكون كمان ليه دور في المنتخب، اعتقد كابتن شوقي غريب كمان انا يكون طبعا لي اذا كنا موقف بنتكلم يعني. على المستوى المحلي صحيح، فما بالك بالمستوى الدولي؟ انت ممكن لعيب منفلت، اي لعيب او غير ملتزم ممكن يعرضك لمشاكل رهيبه وعقوبات دوليه. طبعا يعني لما انت النهارده تشترك في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو ويحصل موقف بهذا الشكل، لا مفيش طبطبه ولا دلع، لا ما بيهزروش، ايوه هيبقى في عقوبه كما يقول الكتاب. وبالتالي احنا بنقول لسنا ضد لاعب، ولكننا ضد تصرفاته، ما ينفعش يعني. واعتقد اي حد لو شاف الفيديو ده، واكيد الفيديو ده منتشر على السوشيال ميديا بفظاعه على فكره، يعني الناس بتشيره وبتتناقله، فده بيقول ان يعني بيعمل دعوه لعدم الروح الرياضيه، طبعا لعدم الاخلاق الرياضيه. النهارده وانت بتقول داخلين على مباراه كمان او مباراتين، الاهلي والزمالك في الدوري، ازاي هيبقى التصرف؟ يعني ما انت كده بتثير اللعيبه وبتثير الجماهير بشكل غير طبيعي. بلاش، مش هيبقى فيه جمهور بره الملعب، ما هو الجمهور حدة التعصب اللي احنا بندعو الى القضاء عليه ما ينفعش خالص. يعني حط اللقطات دي وجنبها كلمة روح رياضية، مش هتلاقي في وقت من الاوقات كانوا بيقولوا الجماهير هي سبب التعصب، والجماهير هي سبب إطارة المشاكل. في اعتقادي الشخصي ده نموذج ان كمان ادوار مهمه جدا جدا على كل المنظومه، بدايه من اللاعبين نفسهم طبعا، بدايه من مجالس الاداره، بدايه من الاجهزه الفنيه، انها يمكن ده يمكن في المقام الاول، ان اللعيبه عليها ادوار كتيره جدا طبعًا. انها عمليه التعصب، عمليه الخروج عن النص، ده شيء اعتقد لازم في الفتره اللي جايه يكون في عقوبات صارمه لو عايزين طبعًا. نمشي صح يعني.